إلى الآن لما يكون في عندي أكثر من function مضروبين في بعض في البودي بلوت، يعني مثلاً على سبيل المثال أنا ضربت k في function اللوغاريتميك سكيل، ميزة اللوغاريتم إنه حول الضرب لجمع، فبصير بجمع هذا هي موجود عندي هون، هذا موجود عندي هون، وزاويته موجودة هون. الك إيش الزاوية راح تعطيني إياها؟ نفس زيرو. إذا هذا ما بتغير لأن الزاوية اللي بجمعها زيرو راح تعطيني ما راح تأثر، هي هون عبارة عن جاي هي زيرو الك. لما بجمع زيرو لهاي راح تضلها نفسها. الك لو قلنا إنها أكبر من واحد إيش راح يصير في هذا اللي موجود هون الكير؟ راح يرتفع لأني بجمع 20 لوج ها اللي هو موجود عندي أصلاً موجود هون زائد 20 لوج K، لأن لوج A B شو بيساوي؟ لوج A زائد لوج B. إذا راح يصير عندي هلأ هذا موجود أصلاً من هون راح أجمع له 20 لوج K، شو راح يصير بالكيرف هذا كله؟ راح يرتفع. بأي حالة راح يرتفع؟ إذا K إيش كان؟ أكبر من واحد، دائما أكبر من واحد. وإنت راح ينزل لتحت إذا كي كانت أقل من واحد. إذا في حالة كي أكبر من واحد راح يرتفع الكيرف هذا كله شيفت، بس راح يصير له شيفت. فلو فرضنا مثلا نفترض إنه كي كانت 10 راح يصير عندي قديش 20 لوج 10؟ لوج 10 قديش؟ واحد في 20؟ 20. كل هذا راح يرتفع لفوق بمقدار 20، فالكيرف هذا هي 20 عندي هون اللي هي مربعين، راح يرتفع كل الكيرف هذا بمقدار 20 راح يصير، وهاي راح ترتفع بمقدار 20. فوين صار كيرف الجديد؟ كله انعمل له شفت لفوق بمقدار 20. لو كانت هذه عشر كي مثلا كانت عشر، قديش لوج العشر؟ 10 ناقص 1 مش هيك؟ في 20 ناقص 20، شو راح يصير بالكيرف هذا كله؟ راح ينزل لتحت بمقدار 20 ولتحت بمقدار 20. نعم كتب فريكوانسي هاي. نعم لو كانت الكي 10 نعم كم بتكون هي؟ ما بتتغير كتب فريكوانسي نفسها يعني ضلها نفس الكتب فريكوانسي. ليش بتتغير؟ ليش الكتب فريكوانسي ما بتتغير؟ لانه لاحظ كي ما اثرت على هذا من هون مضبوط؟ عم شفت لفوق ما بت بس عم شفت لفوق ما راح لليمين والشمال ما غير الفريكوانسي. انت بتغير الفريكوانسي لو انا ضربت هون غيرت، لو غيرت اوميجا نوت عملتها اوميجا نوت ثاني اوميجا 1 راح يتحرك باتجاه اوميجا 1 سواء كانت اوميجا 1 اكبر من اوميجا نوت او اصغر من اوميجا نوت، بس هون ما راح تتغير شيء. كل اللي راح يغيره كي راح يرفع الماجنتيود فوق وينزله، الزاويه ما بتاثر عليها عدد. طيب بنفس الشكل لو انا عندي فانكشن وكمان فانكشن من هون، لاحظوا الزوايا بتنجمع جمع، مش زاويه هاد بجمعها لزاويه هاد، وإذا كانت جي 1 جي جي أوميجا نوت على جي 2 شو بيصير بالزوايا؟ هاي الزاوية بطرح هاي الزاوية من هون. إذا عندي بشكل عام إذا أنا عملت البودي بلوت لفانكشن والبودي بلوت لفانكشن ثاني وكانوا التنين جاهزين عندي، كيف ممكن أطلع حاصل ضرب التنين؟ البودي بلوت للفانكشن بتساوي حاصل ضرب التنين، بجمع هاد. ليش بجمع هون وما بضرب؟ لأن أنا حولت الجمع الضرب لجمع باستعمال اللوج فانكشن، والزاوية هون أصلاً هي بطبيعتها الزاوية بتنجمع. إذا كانت عندي هون زاوية هون زاوية بجمع الزاويتين، فبجمع الزاوية فبعمل بلوت لجي 1 بعمل بلوت لجي 2 بعدين بجمعهم جمع. فممكن هذا مثلا يكون كيرف ثاني، لو كان مثلا عندي كيرف ثاني مماثل لهذا الكيرف اللي موجود هون، خلينا اشيل هذا الاخر كي من هون. لو كان عندي هذا بودي بلوت ونفترض كان عندي بودي بلوت للفانكشن هذيك لها اوميجا نوت مختلفه، لو فرضنا كانت هون الاوميجا نوت الثانيه، لاحظين هلا الشكلين كل واحد له اوميجا نوت مختلفه، هذا له اوميجا نوت هي هاي وهذه الكولر فريكونسي تبعته هاي، مثلا واحد عم يجي منها، صار عندي هذا الكيرف الاول وهذا الكيرف الثاني، وهذا شو راح يصير بالزاويه تبعت الاول؟ راح تصير نفس الشيء، اذا كانت هاي الاوميجا نوت هون او الكولر فريكونسي تبعتهم راح تكون هذه 45 وراح يكون عندي هذا هيك وهذا هيك. هلا شوي شوي بنطلع نشوف الزيرو زائد زيرو شو راح يصير؟ خلينا نستعمل لون مختلف. 0 زائد 0 شو بتعطيني؟ 0. اذا بالاحمر الجديد رح يضل نفسه هون مش هيك موجود؟ هلا خلال الفترة هاي خليني ارجع الخطوط هاي اللي كنت راسمها عشان تسهل علي الرسم، رح اعتبر انه هذا خط مستقيم خط مستقيم خط مستقيم خط مستقيم. من هون لهون ايش عندي؟ دخل الزيرو هاي مش هيك؟ بس هذا ما تغير مش هيك؟ اذا رح يضل هذا نفسه وهذا نفسه، لحد وين؟ متى رح يبدا يصير عندي تغير؟ لحد النقطة هاي. هلا صار عندي هذا السلوب تبعه قديش؟ ماينس ماينس قديش؟ ماينس دي بي بير ديكيد، وهذا قديش السلوب تبعه؟ كمان ماينس 20. طيب بعد النقطة هاي شو راح يصير عندي السلوب؟
ماينس هذا عطيني ماينس 20 وهذا عطيني ماينس 40 رح يصير عندي ماينس 40 رح يصير عندي ستوبي بشوف ببساطه الاحمر كيف جبته جمعت الاسودين مش هيك جمعت الاول الاسود تبع الفانكشن الاولى والاسود تبع الفانكشن الثانيه طبعا هذول ما رح يكونوا رح يكون في هون في كيرف جنب وهون رح يكون في كيرف جنب الزوايا بتطلع على الزوايا هاي عندي هون 0 0 شو رح تعطيني 0 0 عند النقطة هاي 0.45 شو رح تعطيني؟ ناقص 45 رح تعطيني ناقص 45 مش هيك؟ هلا ايمتى رح يبدا يصير في عندي تغير؟ عند النقطة هاي عند النقطة هاي هذه عندي ناقص 45 وهذا قديش رح تكون تقريبا صارت؟ ماينس 90 ناقص 90 ناقص 90 رح تصير عندي هون تقريبا ناقص 135 وبعدين في النهاية لوين رح يروحوا الاثنين؟ لما يصير عندي ناقص 90 وناقص 90 وناقص 180 ففي عندي هون فصار عندي رح يعطيني ناقص 180 درجه طيب فيزيكلي شو معناها خلينا نفكر فيها هدول التو نتوركس لما ضربتهم في بعض الفيرست اوردر سيستمز على الفريكونسي العالي جدا شو رح يعمل بالزاويه؟ رح ياخرها مقدار 180 درجه على اللو فريكونسي ايش رح يعمل بالزاويه؟ صفر ما رح يفكر مش هيك؟ الامبليتيود على اللو فريكونسي ايش رح يعمل فيهم؟ يمرقوا زي ما هم على الهاي فريكونسيز رح يصير يعملهم كل ديكيد قديش رح يزيد الاتنيويشن؟ 40 دي بي رح يزيد 40 دي بي بر اذا لاحظوا السكند اوردر سيستم كيف صرت اعرف انه في عندي سكند اوردر سيستم؟ كيف بعرف انه هذا سكند اوردر سيستم؟ صار عندي تغير بالميل تمام واخر ميل له قديش كان؟ ماينس 40 ماينس 40 هون لما كان عندي فيرست اوردر سيستم قديش كان الميل تبع الخط؟ ماينس 20 طب تتوقع لو كان ثيرد اوردر سيستم قديش رح يكون الميل تبعه؟ ماينس 60 ماينس 60 فكل ما ارتفع الاوردر تبع السيستم طب كيف احنا بنعرف الاوردر تبع السيستم؟ كيف كنا نعرف الاوردر تبع السيستم بالروت لوكس؟ اذا هون بمجرد نظره بطلع هون بعرف الاوردر تبع السيستم حتى لو عندي زيرو هون مش هيك؟ قديش هذا الاوردر ثيرد اوردر؟ طب هون كيف بعرف انه ثيرد اوردر سيستم؟ شو بطلع؟ بطلع على الميل تبع الهاي فريكونسيز تبع الجيم بلوت إذا كان ناقص 60 دي بي بير ديكيد معناها ثيرد اوردر، إذا ماينس 280 معناها 4 اوردر، إذا ماينس 100 وهكذا. ما مش هون لأنه هون عماله بيتغير، لما بوصل فيري هاي فريكونسي بصير أطلع قديش الميل. إذا الميل تبع الجين بلوت أت هاي فريكونسيز بيعرفني على الأوردر تبع السيستم، والأوردر تبع السيستم هو شو هو؟ إيش تعريفه؟ عدد البولز عدد البولز اللي موجودة بالسيستم، حتى لو عندي زيرو زيرو اللي هو إن تذكروا إن إن ماينس إم، إم ما بتأثر هون، إن اللي بيهمني مش عدد الزيروز ماشي واضح ها؟